نعود مشاهدينا إلى خبر تبني داعش تفجير محطة كهرباء في سامراء. لينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد السيد داود السعدي، الخبير الأمني والعسكري. سيد داود، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إلى ماذا تشير مثل هذه الهجمات التي تبناها داعش في سامراء، التي تتزامن مع خسائر المتتالية في العراق بدءا من الموصل وصولا إلى تل عفر والمرحلة المقبلة غرب العراق؟ يعني حقيقة هي هذه محاولات يائسة من قبل التنظيم، يحاول من خلالها الضغط في مناطق أخرى، خاصة بعد أن تم تحرير مدينة تل عفر والوصول إلى منطقة الأراضية. وبالتالي هذه المحاولات تمثل نقطتين: النقطة الأولى هي محاولات إفهام الجميع بأنه لا يزال التنظيم لديه القدرة بالقيام بعمليات هنا أو هناك، والنقطة الأخرى هي محاولات يائسة لربما إيجاد نقاط ضغط في مناطق أخرى، وبالتالي تمكن بعض عناصره الذين هربوا باتجاه من تل عفر باتجاه العياضية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قوات المشبركة لإيجاد خط آمن للخروج، أما عن طريق الحدود العراقية السورية باتجاه سوريا أو محاولة العودة بشكل أو آخر باتجاه منطقة الحويجة التي تحركت إليها القوات الأمنية العراقية منذ صباح اليوم. يعني هناك زخم معركة باتجاه منطقة الحويجة يتوقع أن تبدأ في أي لحظة، خاصة مع تحرك القوات الأمنية العراقية. يعني عملية استهداف محطة كهرباء أثرت كثيرا، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق صلاح الدين وكذلك منطقة سامراء، احتجاز بعض العناصر من العاملين في هذه المحطة، وبالتالي تمكنت القوات الأمنية من تحرير هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد بأن التنظيم سيحاول القيام بعمليات هنا أو هناك باعتقاده أنه سيخفف الزخم عن مناطق أخرى مثل الحويجة وصحراء الأنبار باتجاه حصيبة والقائم ومناطق أخرى، لكن أنا أعتقد أن هذه لن تؤثر كثيرا مثل هكذا عمليات على القوات الأمنية العراقية. طيب، أنت حدثنا عن صحراء الأنبار سيد داود، بعد تمكن بعض أفراد داعش من الهروب صوب الصحراء الغربية والحويجة وغيرها المناطق اللي ذكرتها حضرتك، هناك فرصة القوات العراقية في القضاء على داعش هناك كم ستكون مرتفعة أو أسهل عسكريا مقارنة بالأماكن الضيقة والمكتظة بالسكان كما هو الحال كان في مدينتي الموصل وتل عفر؟ لا لا، هناك اختلاف في الأمور الشوقية والعسكرية، اختلاف في التضاريس. أنا أعتقد أن موضوع صحراء الأنبار سيكون بعض الشيء أصعب، خاصة مع وجود أراضي مفتوحة ووجود يعني انتقال بين الحدود العراقية والسورية لبعض المقاتلين، قد يؤثر بعض الشيء عن وجود دعم لهذه لعناصر التنظيم. انا اعتقد بان موضوع صحراء الانبار سيحتاج الى وقت اطول، وان كانت الاراضي مفتوحه لوجود تضاريس مختلفه، وجود وديان ممكن الاختباء بها، وجود مناطق مفتوحه يعني مساحه شاسعه جدا من الصحراء، والكل يعلم انه بعض عناصر تنظيم داعش تمكنوا خلال فتره زمنيه على مدى 3 سنوات التي مضت من تكوين ربما معسكرات صغيرة وربما حتى البؤر الصغيرة لهم، وبالتالي أنا أعتقد بأن المعالجة مثل هكذا حالة بما يتعلق بصحراء الأنبار ستكون الحرب فيها مختلفة من ناحية استراتيجية. إن تمكنت القوات الأمنية من تحرير القائم ومناطق أخرى ستسعى إلى قطع الطريق والحدود ما بين سوريا والعراق، وبذلك تشكيل خط ناري يتجاوز 5 كيلومترات ما بين الحدود العراقية والحدود السورية. يكون هذا الخط الناري يسيطر عليه من خلال طائرات التحالف أو طائرات القوة الجوية العراقية، وبالتالي قطع الإمدادات. ثم الخطوة الأخرى هي القيام بعمليات إنزال على البؤر الصغيرة التي تتواجد في مناطق الصحراء. أنا أعتقد أن القوات الأمنية بعد أن نجحت في الموصل وتل عفر لن تواجه صعوبة في صحراء الأنبار، لكنها تحتاج إلى وقت ربما أطول لتأمين هذه المنطقة بالكامل. هناك نقطة معينة، إعلان فتح تفضل نعم تفضل باختصار بين العراق لو سمحت. نعم، إعلان فتح الحدود بين العراق والأردن عن طريق الطرابيل يؤكد بأن القوات الأمنية على ثقة بأنها مسيطرة بالكامل على الشريط الحدودي. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد، السيد داود السعدي، خبير الأمني والعسكرية.